ان احنا لازم نفضل في البيت، وان تجربة الصين مهمة جدا بالنسبة لنا، وان احنا لازم ننقذ بلدنا. ريهام سعيد تهاجم عمر كمال ورضا البحراوي. انا الحقيقة طالعة اللايف ده وانا متضايقة جدا جدا جدا. وجهت الإعلامية ريهام سعيد انتقادا شديد اللهجة لكل من لا يقدرون جهود الدولة في التصدي لانتشار فيروس كورونا. عمر كمال والبحراوي ده، اولا انا مطربين المهرجانات انتوا عارفين ان انا دفعت عنهم جامد قوي قوي قوي، وانبسطت قوي ان اغنيتهم كانت بتتذاع في فرنسا وفي انجلترا وفي امريكا، وانا طول عمري ضد الوقف. وقالت ان الحكومة قامت بما عليها وزيادة، وتحملت تكاليف كبيرة جدا في جهود تعقيم المدارس والجامعات فضلا عن تكاليف تعليق الدراسة. ان كارثة زي عمر كمال والبحراوي يطلعوا امبارح، ده يشرب من ازازة مية وده ياخد منه ازازة المية التانية ويروح شارب مطرحه، وبعدين يقول له يا عم ما نبصش وما نسلمش، ايه خليها على الله. وفي فيديو نشرته ريهام سعيد على حسابها بموقع انستجرام، هاجمت ريهام سعيد المغنيين عمر كمال ورضا البحراوي بعد ان شاهدت فيديو لهما اعتبرته يرسل رسالة خاطئة تماما عن واجب اتباع الوقاية من نشر المرض. والمسجد النبوي اتقفل بابه امبارح، وانت تقول له لا سلموا بوسوا عادي وخرجوا عادي واعملوا عادي، انت عارف يعني ايه؟ وحذرت ريهام سعيد من خروج الوضع عن السيطرة فيما يتعلق بانتشار الفيروس اذا تخطى عدد الحالات 1000 حالة. وانا متأسفة للجهلة الجهلة الجهلة اللي بيقولوا اصل المصريين مش هيمسهم حاجة وجامدين و... وكان عمر كمان قد نشر فيديو اعتذر فيه عن فيديو اخر ظهر به مع رضا البحراوي بهدف التوعية بموضوع كورونا بطريقة كوميدية على حد قوله، ويعكس المعنى الذي وصل الى البعض. لما انت تطلع تشرب من ازازة مية وتقول لا يا جماعة سلموا بوسوا عادي، والكعبة ما فيهاش حد بيصلي، والمسجد النبوي تقفل بابه، تبقى انت حد لازم مش تبطل غنى، انت لازم تبطل تعيش. موضحا ان ذلك الفيديو تم حذفه سريعا، وداعيا متابعي الى الا يعيدوا نشره اذا وجدوه امامه. ان الفيروس ينتشر بيننا او يحصل مخالطة بيننا زيادة عن اللزوم تتعدى 1000 حالة، مصر مش هتعرف تسيطر على الاعداد. ما تعيطش بعد كده وتطلع تقول مش لاقي سرير وابني بيموت وابويا بيموت وانا بموت ومش عارفة ايه وبتاع، واحنا فين، واحنا طب الحكومة فين، طب فين صندوق مش عارفة ايه، طب بيودوا فلوسنا فين، طب ما تنطقش. كل الاحتياطات اللي احنا بناخدها دي دلوقتي عشان ما نبقاش كده، في ظرف 5 أيام ممكن نبقى ألعن من اي دولة من دول، واحنا الاعداد عندنا مش زيهم. لو سمحتوا من فضلكم هتنقلونا من فيز ان احنا بنحاول لسه نحمي نفسنا، لوقت لو الحكاية طلعت عن الكنترول بتاعنا، انا بترجى رئيس الجمهورية ان هو يعمل حظر تجوال. بتكلم على عمر كمال وبحراوي ان هما بيقولوا للناس ولا يهمكم وخرجوا وبوسوا بعض واشربوا مطرح بعض و عشان الفيروس يتنقل فنموت كلنا في ثانية. انا زهلت امبارح من الفيديو بتاع عمر كمال ده وبحراوي، زهلت. يا يعني انتوا ملايين بتسمعكم، بدل ما تروحوا تعملوا اغنية حتى بالريتم بتاع المهرجانات ده وتقولوا للناس ازاي يغسلوا ايديهم وازاي يحطوا الكحول وازاي يعملوا وازاي ما يحتكوش ببعض وقد ايه الموضوع خطر، تقعدوا تسلموا على بعض وتبوسوا ولا يا عم كله على ربنا. لازم الاعلام يطلع يقول حجم الحكايه، ان لو 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 الموضوع خرج عن سيطرتنا هيوصل لايه. شوف الف انجلترا في 5 أيام الحاله تبدل ازاي والحالات مش ملحقين عليها ازاي. مصر دي المناطق الشعبية والكتكات ومبابة ودار السلام وأرض اللواء ومليون حتة وبولاق. الرسول عليه الصلاة والسلام أول واحد أمر إن لما يبقى فيه وباء محدش يتحرك، ربنا بيستر وربنا هو اللي هينقذنا، وإحنا لازم نستغفر كتير ونتوب إلى الله، لأن الاستغفار والدعاء بيزيل وبيرفع البلاء، دي حاجة. لكن ان احنا ما نخرجش ونخلي بالنا وما نعملش تجمعات دي حاجة تانية خالص.
كل اللي الدولة بتعمله ده وكل الحكومة بتعمله ده عشان تحد ما تلاقيش نفسها قدام الموقف اللي موجود في إيطاليا وموجود في فرنسا وموجود في إنجلترا وفي أسبانيا. الجيش والقوات المسلحة اللي نازل يعقم في كل المدارس والجامعات والمنشآت وكده، دي أكيد الناس ما بتنامش، ودي فلوس كتير قوي. وهقولها تاني، ما يبقاش الدولة بتعمل كل ده عشانك وانت مصمم تجيب الخراب لنفسك ولعيلتك ولبلدك. الإعلام ليه دور قوي جدا 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 في توعية الناس، ومش باللغة العربية ومش بالنيوز بار ومش بالحاجات اللي بتطلع على الشاشة. لأ، لو واحد عنده برد او جاله اعراض برد يقعد في اوضته وما يكلمش حد وما يخرجش، ما يروحش حتى مستشفى. يا ريس من فضلك باسرع وقت، لو الناس ما التزمتش نعمل حظر تجوال. انا عارفه ان هو بيدي صوره بره ان احنا عندنا مشكله كبيره، بس العالم كله محترمنا على الوقايه اللي احنا واخدينها، ومنظمه الصحه العالميه عارفه كويس قوي الاعداد اللي عندنا. عمر كمال مسح الفيديو وما مسحش الفيديو؟ لو عمر كمال عنده ملايين على الفيسبوك، لو عمر واحد شافه واقتنع بكلامه يبقى هو موته. الدولة عشانك يا أستاذ قالت مش مهم السياحة اللي قاعدين ننمي فيها كل ده، مش عايزين سياح. قرارات قوية وصارمة جدا جدا يتخذها رئيس دولة محترم جدا. أقسم بالله العظيم قاعدة مولادي بتكلم من قلبي عشان ما فيش واحد. تقدم المستشار ياسر قنطوش المحامي بالنقد والإدارة العليا ببلاغ للنائب العام ضد كل من مطربي المهرجانات عمر كمال ورضا البحراوي، وجاء سبب ذلك بسبب ظهورهما في فيديو وهم لا يتبعون تعليمات وزارة الصحة بشأن فيروس كورونا المستجد، في ظل جهود الدولة للحد من انتشاره، مما استفز عدد كبير من الجمهور وطالبوا بمعاقبتهم. وطالب في البلاغ الذي حمل رقم 16839 لعام 2020 بمعاقبة كمال والبحراوي بالحبس والغرامة لأنهما أظهروا صورة مسيئة للشعب المصري. وكان بس منذ فترة رضا البحراوي وعمر كمال في فيديوهات وهم يقبلان ويحتضنان بعضهما البعض، ساخرين من تعليمات الصحة التي طلبت التقليل من المصافحة والتقبيل لمنع انتشار فيروس كورونا. بنت الجيران شغلانا عنيا محلي. شارك عدد من المشاهير مؤخرا في التوعية ضد انتشار فيروس كورونا الذي سبب أزمة عالمية خلال الأسابيع الماضية. دخل البلد الناس مجنونة وأنا في المكان في خلق حواليا. نشر مطرب المهرجانات عمر كمال وصاحب مهرجان بنت الجيران عبر حسابه على انستجرام أغنية على نفس الوزن من أداء ساندرا وساري عمر للتوعية ضد انتشار الفيروس، وكتب عليها معلقا خليك في بيتك. مش عايز حد ياخد باله. يذكر أن مهرجان بنت الجيران من غناء عمر كمال وحسن شاكوش كان قد تصدر قائمة الأغاني الأكثر استماعا، وأثارت جدل واسع بسبب احتوائها على كلمتي خمور وحشيش، والتي رآها البعض غير لائقة وندت بها نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر. من لنا في بهوايا انت قاعدة معايا. وبسبب الجدل على المهرجان اطلع حسن شاكوش وعمر كمال مطربي الأغنية لحذف الكلمتين المثار عليهما الجدل وطرح نسخة جديدة من الأغنية قبل أن تصدر نقابة المهن الموسيقية قرارات لتقنين موسيقى المهرجانات ووضع ضوابط لتقديم تلك الأغاني. ومش محتاج تشتري بالحاجة مني ملعون أبوها ترونة ملعونة عينيك ليا مرايا يا جمال مراية العين وما تنزلوش بقى تعبوا اللي جابونا ولو زهقت اقعدوا في البلكونة. بنت الجيران شغلالة عنيا وانا في المكان في خلق حواليا فارضوا الكح في كمك وغلوا الامة اوعى تسلم منديلك وهندعينا.
مش عايز حد ياخد باله من اللي انا فيه وبهوايا ولا شوش على قهوة كورونا تيجي على سهوة شعب قلبي شارع سهر قاعدة معايا عينيكي ليا مرايا